اذا تكمل في تشابتر 2. هلا بدنا نشوف مع بعض يا جماعه انه كيف نطلع سبيد اوف كونفرجنس لاي ميثود تعلمناها سابقا بتعمل ابروكسيميشن للرول. فهون في عندي تعريف مهم جدا اللي هو سبيد اوف كونفرجنس. طبعا التعريف بشكل عام فور اني ميثود, سو ذيس از فور اني ميثود بشكل عام هذا التعريف, تمام. فبدنا نشوف مع بعض شو يعني speed of convergence. فأول حاجة في المحاضرة هاي في البداية بعطي طبعا تعريف عن speed of convergence بشكل عام, بعدين بنبلش نطلع speed of convergence لكل method تعلمناها سابقا تعمل approximation للروت. فخلينا نشوف مع بعض شو يعني speed of convergence. على فرض إنه في عندي أنا iteration, هل هاي الiteration اللي عندي هون pn, ممكن هاي الiteration تكون Newton iteration, secant iteration, bisection iteration, ممكن تكون false position iteration, ممكن تكون fixed point iteration. اذا هاي اي iteration احنا تعلمناها سابقا, الشرط اللي عليها انه انا بدي افرض انه هاي الiteration هي converge لروت معين, تمام. اوكي, اذا كانت converge لروت معين, تعريف speed of convergence كالتالي, انه انا بقدر اروح اطلع ايش؟ رقمين موجبين, رقمين موجبين, اول رقم موجب A والرقم الثاني الموجب R. R بسميه order of convergence و A بسميه asymptotic error constant, بحيث إذا بتاخذ الليمت لما N بتروح لما لا نهاية لل error EN plus 1 على ال error EN to the power R اللي هي ال order of convergence, هاي الليمت توديك لرقم A. هذا الرقم A اللي هو بسميه asymptotic error constant. ليش asymptotic error؟ asymptotic لانه احنا بناخذ الليمت لما نروح لما لا نهايه. اذا بتتذكروا لما كنا بكالكولس 2 مثلا, نيجي نحكي خلينا نشوف مع بعض مثلا, نروح على النوتس ارسم لكم رسمه بسيطه. مثلا بكالكولس 2 مثلا تعلمنا انه اذا كان عندك مثلا function f of x بيساوي 1 على x مثلا, ورسمناه بهي الصوره, هي x وهي y وهي الرسم لإله, تمام. So this is y بيساوي 1 على x. فإذا بتتذكروا كنا نطلع الاسمتوت, الاسمتوت لهذا الفانكشن. فإذا جيت أخذت أنت الليمت ل 1 على x لما x بتروح لما لا نهاية, شو بطلع الجواب؟ 0. فكنا نحكي y تساوي 0 is horizontal asymptote, تمام. فكيف برسم y تساوي 0؟ هي هاي y تساوي 0, إنه الرسمة تبعتنا اللي عندنا هون as x goes to infinity, لما x تكبر تروح لانفينيتي الرسمة بتصير تقترب أكثر من إيش؟ طبعا الرسمة بتصير تقترب إيش؟ أكثر من الأوريجين, تمام؟ بهي الصورة. فنفس الحاجة اللي اتخذتها بلس ماينس انفينيتي رح تصير تقرب الرسمة. فالجواب اللي عندي هون, هذا الجواب بسميه اللي هو الأسيمتوت. هلا عندنا بنفس الطريقة تقريبا, ما دام أنا باخذ في الليمت لما n بتروح لما لا نهايه, فيفترض انه الجواب اللي بيطلع معي هو عباره عن horizontal asymptote. اذا هو a, عشان هيك بسميه asymptotic error constant. هلا ال order of convergence power كل ما بزيد طبعا نحن بكون في سرعه اكبر في الوصول للروت بطريقه اكبر. فالتعريف البيسك يعني البيسك ديفينيشن ل speed of convergence هو انك تحدد R وتحدد A. فلكل ميثود راح نشوف شو هي R وشو هي A لكل واحد منهم. بس بشكل عام انه we use the order of convergence R to measure the speed of convergence لأي ميثود. هذا هو التعريف المهم, انه the order of convergence R انا بستخدمه عشان احسب السرعه لاي iteration استخدمناها في تقريب الروت للفانكشن f. فمثلا بما انه انا عندي a و r هي ارقام موجبه, وبالتالي ممكن تقبل مثلا الاوردر اوف كونفرجنس واحد. هلا اذا كانت الاوردر اوف كونفرجنس واحد, ساعتها الiteration pn اللي انا بعرف انها كونفيرج, انا بعرف انه bn هي كونفيرج. فالكونفرجنس هنا, الكونفرجنس في هاي الiteration بسميه linear لما يكون عندك الـ order of convergence واحد. بينما لما بيكون الـ order of convergence واحد ونص, ساعتها الـ iteration الـ convergence في الـ iteration pn بسميه super linear. وإذا كان الـ order of convergence
اثنين تعيد الكونفرجنس لهاي الاتيريشن بسميه كوادراتيك، واذا كان ثلاث تعيد الكونفرجنس في هاي الاتيريشن بسميه كيوبيك. كويس، ومثل ما حكينا ار تعمل ميجر للسبيد اوف كونفرجنس، لانه نحن شفنا في طرق اسرع من طرق في الوصول للروت، مثلا نيوتنز ميثود سريعه جدا. هلا الفكره هون انه كل ما بتزيد ار اللي هي الاوردر اوف كونفرجنس السرعه بتزيد، وايضا يعني في هاي الحاله الايرور بتقل. فممكن نشوف هذا الشيء مثلا من التعريف، لانه انا عندي تعريف بهاي الصوره، شايف كيف؟ انا عندي هاي التعريف بهاي الصوره. هلا لو ضربنا ضرب تبادلي رح نحصل على هاي العلاقه. ومثلا خذ زي اكزامبل انه لما الايرور اي ان يكون مثلا 1%، ثبت الايرور اي ان عند 1% مثلا، وخذ ار تساوي 1 وار تساوي 2. فلما ار تساوي 1 يطلع معك هون، حط 1 هون وبطلع الجواب بهي الصوره، ولما ار تساوي 2 يطلع معك اصغر بكثير، فالايرور عماله بكل كل ما بتكبر السرعه. هلا زي ما حكيت لكم الثابت اي اللي هو رقم موجب بنسميه اسيمبتوت ايرور كونستنت. هلا ممكن من خلال هذا التعريف نقدر نحسب اي نيوميريكالي زي ما راح نشوف مثلا بالاكزامبل التالي. هلا بشكل عام انا بعطيكم اكزامبلز يعني بشكل عام كيف نطلع اي وار، ولكن بعدها بنبلش في الميثودز نتعلم كيف نطلع الاوردر اوف كونفرجنس والاسيمبتوتيك ايرور كونستنت لكل ميثود تعلمناها. فنبلش هنا باكزامبلز بسيطه ومهمه كيف نطلع فايند اي وار فور ذا فولوينج سيكونسز. اوكي، فانا عندي هاي السيكونس، على فرض ان عندي اتريشن بتشتغل بهاي الصوره. هلا بيجي بشوف مثلا هاي الاتريشن لما ان تساوي 0 عوض الصفر هون، 10 هو 0 1، لما شو بيجي بعد الصفر هلا؟ الواحد، حط 1 بيطلع الجواب 10، حط 2 1 على 100، 1 على 1000. فواضح انه هاي السيكونس كونفرج للزيرو، تمام؟ بعد عمالها بتصغر كونفرج لمين؟ للزيرو. سو الليمت لهي السيكونس از ان جوز تو انفينيتي، الجواب لوين بروح؟ بروح للزيرو. اذا هذا الروت تبعي، صح؟ احنا اتفقنا ان الاتريشن اللي عندنا في الاخر بدها توديك للروت، فاذا بتاخذ الليمت لهي الاتريشن راح يعطيك الصفر، والصفر هو الروت تبعنا. هلا عشان نطلع اي وار دوروا على التعريف تبعي، هاي التعريف لازم هاي الليمت توديك لمين؟ لاي. هلا بيش بعمل كالتالي، شو هو الايرور اي ان بلس 1 حسب التعريف؟ هاي التعريف تبعه بي ماينس بي ان بلس 1، والايرور اي ان هو عباره عن بي ناقص بي ان. هلا انا عندي بي معروفه اللي هي الزيرو، والبي ان، البي ان هاي الاتريشن هاي بنسميها بي ان حد العام، يعني هذا هو الحد العام بي ان. فلما بدك تروح تطلع بي ان بلس 1، بس وين ما في ان تحط بلس 1، سو هاي وين ما في ان بلس 1 وهي هاي بي ان. كويس، فببسطهم شوي، ببسط المقام بيطلعوا معي بهي الصوره. لانه ليش؟ لانه هاي عباره عن 10 هو ان مضروب في ار، وهي موجوده في مقام المقام فبصير في البسط، وهي موجوده في ايش؟ مقام البسط فبضل في المقام. هلا بدي اخذ الليمت بهي الصوره، فافضل حاجه قبل ما اخذ الليمت شو اسوي؟ المقام اللي عندي هون هو عباره عن 10 قوة ان مضروب في 10، فطلع ال 10 برا، تطلع شكل 1 على 10. وشو بضل عندي هلا؟ بضل عندي في البسط 10 قوة ان ار، وفي المقام 10 قوة ان. فممكن مثلا اطلع ال 10 قوة ان اللي في المقام على البسط تصير سالب، وبطلع عامل مشترك بهي الصوره. فانا صفى عندي ايش؟ بدي اخذ الليمت ل 10 قوة ان في ار ناقص 1. هلا مجرد ما اشوف هاي على السريع بدل يعني اخمن انه افضل حاجه اخذ يعني مره ار تساوي 1، ومره ار اكبر من 1، ومره ار اصغر من 1. فبيش بعمل هذول الثلاث حالات؟ لما ار تساوي 1 بصير القوه هون صفر، معناتها 10 قوة صفر 1، فالليمت للواحد 1 فبطلع الجواب 1 على 10. طيب بينما اذا بتاخذ اي رقم ار اكبر من 1 ساعتها هاي بتصير تكبر مع الوقت، وبالتالي الليمت لها انفينيتي هاي. بينما اذا بتاخذ ار اقل من 1 زي 0 مثلا، ساعتها الليمت، او خذ ار مثلا زي اقل من 1 زي النص مثلا، ساعتها هاي بتصير تصغر مع الوقت، وبالتالي الليمت لها بتطلع 0.
فهي لما ارى قلب واحد. هلا الفكره هون انه هاي الكيس بلغيها وهي الكيس بلغيها، ليش؟ لانه الليمت يا جماعه من التعريف، هاي الليمت شايفينها، هاي الليمت لازم تعطيك ايه، هاي وانا شو بعرف عن ايه، هي بوزيتيف، وبالتالي لما نيجي هون ايه مش هاي بفرضها لانها ايش، لازم تكون بوزيتيف، وهي لازم تكون فاينايت، يعني فاينايت نمبر، لاحظ they are positive constant، وبالتالي ممنوع يروح لانفينيتي، عشان هيك برفض ايش الكيس الثاني والكيس الثالثه، فقط بكتفي انه a تساوي 1 على 10، وبالتالي في هذه الحاله بعرف انه r هي تساوي 1. اذا الكونفرجنس عندنا بما انه r تساوي 1 فالكونفرجنس اللي عندنا لينير، والسبب في ذلك هي التعريف انه لما r تساوي 1 الكونفرجنس في هاي الاتريشن بسميه لينير. خليني اشرحها هاي كمان مره من خلال النوت، اذا انا بدي اجي هون هلا ونشوف مع بعض مثلا نحن كان عندنا بالاكزامبل اللي عندنا، كان بالاكزامبل رقم 1 انه بنطلع فايند اللي هو A و R، والاكزامبل رقم 1 كان عندنا الاتريشن بهي الصوره 1 على 10 فور N، طبعا N من صفر لوين؟ لما لا نهايه. هلا انا بجي بشوف الحدود تبعتها، بشغل طبعا انا عندي هون ان تساوي 0 1 2 الى اخره، فلما ان تساوي 0 اول حاجه بدك تنتبه انه انا العداد تبعي بي ان هو عباره عن 1 على 10 قوه ان الحد العام، وبالتالي بي ان بلس 1 هو عباره عن 1 على 10 قوه ان بلس 1. هلا بجي بحكي لهم يعني بشكل عام بدي اروح اطلع الروت بي، الروت بي، فالروت بي هو عباره عن الليمت لبي ان لما ان تروح لما لا نهايه، تطبيق مباشر، فبصير عندك الليمت ل 1 على 10 كو ان لما ان تروح لما لا نهايه، وهي من خلال يا جماعه طبعا كالكولس اولى اذا حدا فيكم بيتذكر 1411 شابتر 10 اللي هو درس 10.1 اللي هي الثيرم الكبيره، في عندك لما بدك تاخذ الليمت لاي رقم كو ان ولما ان تروح لما لا نهايه الجواب زيرو اذا كان هذا الرقم ايش؟ إذا كان الرقم ساكن بين الواحد والسالب واحد، في الصورة يعني عندك سالب واحد عند الواحد، فأنا عندي الرقم هون إيش؟ فأنا عندي الرقم هون إيه هو 1 على 10، تمام؟ لأنه هاي الليمت بقدر أكتبها بهي الصورة، ويساوي الليمت ل 1 على 10 هو إن لما إن تروح لما لا نهاية، فهي جوابها زيرو، تمام؟ باستخدام كالكولس 1. هلا عرفت إن الروت تبعي أنا إيش؟ فانا اكتشفت ان الروت تبعي بي تساوي 0. هلا بروح على التعريف، التعريف بيقول بدك تاخذ الليمت ل اي ان بلس 1 على اي ان قيمه مطلقه هو ار لما ان تروح لما لا نهايه، بيجي بعمل تعويض مباشر، فهي الليمت قبل شوي شفنا مع بعض انه هي عباره عن 1 على 10 هو ان بلس 1 وهي 1 على 10 هو ان وكلياتها هو ار، طبعا احنا في عندنا هون 0 ناقص وهون 0 يعني ناقص قيمه مطلقه، فبس ما يعني لان الروت تبعي بي، لانه انا عندي هنا اي ان بلس 1 هو عباره عن قيمه مطلقه لبي ناقص بي ان بلس 1، وعندك الايرور اي ان هو عباره عن قيمه مطلقه لبي ناقص بي ان، تمام؟ تعويض مباشر. هلا انا بيجي باخذ الليمت هاي لما ان بتروح لما لا نهايه، فبطلع الجواب معك الليمت في الباست بوزيشن بدل 1 على 10 هو ان بلس 1، فيش داعي لقيمه مطلقه لانه هون ارقام كلها موجبه وهي شلنا السالب، وتحت بصفي عندك 1 على 10 قوة ان كلها مضروبة في ار فوق وتحت يعني، فبدي اخذ الليمت لما ان تروح لما لا نهاية، فلما نشيل السوالب خلص بنشيل القيمة المطلقة فبصير عندك الليمت بهي الصورة، ففي عندك في البسط هون 10 قوة ان بلس 1، وفي عندك لما بتعكس المقام بتصير هاي 10 قوة ان ار على 1، فبتاخذ الليمت لما ان تروح لما لا نهاية، ساعتها بيطلع معك الجواب هي عندك هون 10 قوة ان في ار على المقام هو عبارة عن 10 مضروب في 10 قوة ان لما ان تروح لما لا نهاية، صح هيك؟ هلا بنطلع ال 10 في المقام برا، بضل عندك الليمت في البسط 10 قوة ان ار مضروبة في المقام 10 قوة سالب ان لما تطلع لفوق، اللي هي نفسها ايش؟ 1 على 10 في الليمت ل 10 قوة ان ار ناقص ان لما ان تروح لما لا نهاية، وبخرج على المشترك اللي هو ال ان، فلما تخرج العام المشترك اللي هو ال n اسهل لإلك، فانا بنصح ان الكل يعمل بهي الصوره، فهي n بضل عندك الجواب r ناقص 1 لما انت تروح لما لا نهايه. هلا هاي فيها ثلاث حالات، طلع مجرد ما توصل عندك r ناقص 1 على السريع بتحكي
شو بصير لما ار تساوي واحد، لما ار اكبر من واحد، لما ار اصغر من واحد. على السريع هلا، اول حاجه لما ار تساوي واحد بتصير عندك ايش؟ بتصير بتصفي عندك هاي 1 على 10 في الليمت لمين؟ ل 10 قوه صفر لما انت تروح لما لا نهايه، فهي كلياتها جوابها واحد، فبصفي 1 على 10. بينما لما ار اكبر من واحد، مثلا لو اخذت مثلا ار تساوي 2، ساعتها بتصير عندك الليمت ل 10 قوه ان في 2 ناقص 1، يعني الليمت لمين؟ يعني ليمت ل 10 قوة ان لما ان تروح لما لا نهاية. شو رأيكم؟ هي جوابها انفينيتي، مظبوط؟ يعني على السريع، يعني هاي كيف تشتغل هاي؟ عندك هون لما ان تساوي 0 1 10، بعدين ايش بصير؟ 100، بعدين ايش بصير؟ عندك 1000، ايش بصير الى اخره؟ واضح انها بتروح لانفينيتي، سو ذيس از انفينيتي. واخر حاجة لما ار اقل من واحد، دير بالك واحنا لازم نختار ايش؟ احنا بنختار ار اقل من واحد بس لازم تبقى موجب. فلو اخذت مثلا ار نص، لو اخذت مثلا ار نص مثلا، ساعتها شو بصفي عندك الليمت؟ اللي هي 10 قوة ان في نص ناقص واحد. فهاي بتطبق عليها زي ما حكيت الكالكولس الاولى الثيوريم، اللي بصفي عندك الليمت ل 10 قوة سالب ان على 2 لما ان تروح لما لا نهاية. مظبوط هيك؟ وبالتالي هاي الجواب تبعها زيرو لانها قاعدة تصغر مع الوقت. فهي بالنسبة لي مرفوضة، لان هذول اللي هون ايش يا جماعة؟ هذول اللي هون قيم لايه؟ هاي قيمة ايه اللي هون؟ وهاي قيمة ايه؟ وهاي قيمة ايه؟ تمام؟ لأنه أنا عمالي بفرض الليمت لمين؟ حسب التعريف، حسب التعريف هاي تساوي ايه؟ حسب التعريف. فلما يطلع معك الجواب هون ايه، هاي مرفوضة وهاي مرفوضة، لأنه ايه لازم تكون موجب وثابت، constant و positive. فبس باخذ هاي الكيس، فبأمل إن الصورة هلا تكون واضحة للجميع. إذا نشوف مثال آخر تقريبا نفس الحاجة. فمثلا هون هلا بعد ما نكتشف إنه أنا عندي هون R تساوي واحد، معناته الكونفرجنس عندي في هاي السيكونس لازم يكون لينير، وهي الكونستنت الأسيمبتوتيك كونستنت إيرور تبعنا بيطلع إيش؟ 1 على 10. طبعا هي 1 على 10 ممكن نحصل عليه كمان نيوميريكالي، رح نشوف نتعلم كيف نحصل عليه. هلا نيجي ناخذ كمان سيكونس، هي كمان سيكونس نفس الحاجة، باخذ لها الليمت لأنه هي عندي بي إم، باخذ الليمت لها بطلع زيرو. استخدام شابتر 10 كالكولس 1 او كالكولس 2، شابتر 10 كالكولس 2 اللي هو سكشن 10.1. وبالتالي بجي على A، هاي قيمة A الاسيمبتوتيك كونستنت ايرور، بطبق B مباشر، بحط محل B قيمتها، وهي هاي بي ان بلس 1، هاي بي ان، عشان نطلع هون اللي هي اي ان بلس 1، هون اي ان قوى ار هيها. ونفس الحاجة بطلع من تحت، هلا هي عبارة عن 2 قوة ان مضروبة في 2، بطلع 2 في المقام بتطلع شكل نص، وزي ما عملت فوق بعملهم بالضبط. وهلا على السريع بقدر احكي انه في عندي 3 كيسز، ار تساوي 1، اكبر من 1، اقل من 1. هلا لما ار تساوي 1 بيطلع معك الجواب نص، لانه هي بتطلع 2 قوة 0 1 هيو. ولما ار اكبر من 1 بيطلع نفس الحاجة انفينيتي، وهون بيطلع معك زيرو. فاذا بستنتج انه انا عندي هنا، طبعا هاي الكيس بشطبها وهي الكيس بشطبها، لانه انا عندي ال asymptotic error لازم يكون positive constant. فشو بيجي بعمل هلا؟ بيجي بحكي انا عندي ال order of convergence عندي هنا واحد، اذا في عندي هنا ال convergence linear، وال asymptotic constant error هو عباره عن النص. وبهي الصوره يا جماعه بنكون احنا بشكل عام حكينا عن موضوع بشكل عام speed of convergence لاي iteration. هاي الiteration ممكن تكون زي ما حكيت بتاعت نيوتن، بتاعت الفيكس بوينت، بتاعت السيكنت، بتاعت البايسكشن، وات ايفر. بشكل عام شفنا كيف بنطلع الاسيمبتوتيك كونستنت ايرور، وشفنا كيف بنطلع ايضا الاوردر اوف كونفرجنس، واتفقنا انه لما الاوردر اوف كونفرجنس يكون واحد، ساعتها الكونفرجنس في الايتريشن بيكون لينير، واذا كان واحد ونص بيكون سوبر لينير، واذا كان اثنين بنسميه كوادراتيك، واذا كان ثلاثة بنسميه كيوبيك. وكمان مره انه طريقه ايجادهم هلا راح نتعلمها لكل ميثود.